هم معنويا قبل الأكاديمية. قبل ما أفوت معهم في التدريس لازم أشيل الخوف والرعب اللي جواته. في كتير طلاب أستاذ أنا بخاف أقرأ، أنا بستحي أقرأ. طب ليش بستحي أستاذ؟ بيجيك الأستاذ على الصف يحكي لك أنا بده يقرأ، تيجي بتحكي له الواحد بيرمي قلم على الأرض، واحد بتخبى، واحد بدور على ذهب، واحد مش عارف شو بيعمل حاله، بكتب بصير ذكي بصير يكتب. أستاذ أنت خايف، ليش هذا الحكي موجود؟ كثير في طلاب هيك، ليش؟ لأنه ظلت شغلة جواته وهو صغير وظلت تكبر معاه، فهي الشغلة لازم نوقفها عند حدها، لأنه أستاذ إذا طلعت معك على الصف اللي بعده والصف اللي بعده وصلت التوجيه رح تكون عقدتك. يعني لو شو ما سويت ولو مين ما أجى درسك رح تضلها عقدتك، فبدنا نشيل هذا الحكي يا أستاذ. طب أستاذ أنا إيش أساوي؟ أنا هاي مش مادتي وما بعرفها، إحنا العربي يلا عارفين، مزبوط، بس أستاذ اللي بيدرس وبيفهم صدقني بينجح، فيش واحد نزل من بطن أمه بيعرف يحكي، صح؟ كله مع الممارسة ومع التكرار ومع التعليم، كل واحد صار يعرف يحكي. فلذلك الدوسية بتشمل المعاني والقواعد والشرح الملخص التام. الثانية والحالة النقطة الثانية أستاذ اللي عامل لك إياها اللي هي ورقة عمل على كل وحدة، الوحدة الأولى بنخلصها عامل لك عليها ورقة عمل عشان الأستاذ لما أنت تيجي تخلص الوحدة تختبر نفسك، تختبر ذاتك عشان تشوف شو المستوى تبعك في هاي المادة، هل أنا تمكنت منها؟ وإذا كان في عندك نقاط ضعف نحاول نعالج لك إياها، في حال كان عندك نقاط القوة ونحاول إنك نزيد لك إياها عشان أنت تضلك في الليفل العالي. طيب النقطة الثالثة يا أستاذ، مثل ما بتعرف أنت في عندك بعد هذا الحكي كله في امتحان شهر أول راح يكون موجود عندك في المدرسة، قبل ما تروح الامتحان عليه راح أكون أنا عامل لك امتحان خاص فيك، الامتحان هذا عشان تكسر الخوف اللي موجود عندك في الصف، عشان لما تيجي تفوت على الصف ما تكون خايف، تكون واثق من نفسك، تسيطر على الامتحان مش هو اللي يسيطر عليك. تمام تمام. والحالة الرابعة يا أستاذ مثل ما بتعرف إحنا هسا حكيت لك إنه حطينا أسئلة الوزارة أو عفوا أسئلة سنوات سابقة مثلا، ممكن تكون أسئلة شهر أول شهر، أسئلة عادية يا أستاذ واضحة قطعة وعليها كم سؤال معاني وقواعد وخلصت القاعدة. الحالة الرابعة أستاذ راح يكون فينا حصة تفاعلية، الحصة التفاعلية هاي راح نشرح سوا في بث مباشر ونشوف شو الكلمات اللي ناقص عليك، الصعوبات اللي فيها عندك، أي إشي بتحس حالك زي كأنك موجود أنا عندك في الصف، تسأل أي سؤال أنت مش عارفه أنا راح أجاوبك عليه، حتى الأسئلة اللي بتكون أنت ناسيها أنا راح أكون مجهز لك إياها وأشرح لك إياها. تمام، هيك إحنا بنكون خلصنا المادة تبعتنا، وهيك بتكون أنت إن شاء الله من ضمن العلامات العالية، وإن شاء الله بتكون فول مارك وعلامة مسكرة. طيب Let's start with the first lesson ونشوف أول درس معانا في هاي الوحدة الأولى في بداية الفصل الأول اللي هي قاعدة اللي present simple. طبعا يا أستاذ هاي قاعدة، قواعد اللغة الإنجليزية بشكل عام يا أستاذ هي عبارة عن قواعد متكررة. يعني إيش يعني متكررة؟ يعني يا أستاذ أنت حاليا عندك لغة إنجليزية كل يوم بيطلعوا لك قاعدة جديدة، واللي هي نفس القاعدة ضلت تمر معاك كل سنة، هي نفس القاعدة بس أنت بضلك نسيها. ليش؟ لأنه في شيء براكتس، ما في ممارسة. احنا بدنا نساوي لك انه انت طريقة معينة ان شاء الله. انا بعلم بالمواقف التعليمية، ما بحب اعلم بالطريقة النظرية اكتب وراي وخلصت، لا انا بحب اعلمك بطريقة اخليك تضلك متذكر القاعدة لبعد سنين مش تنساها بعد ما تخلص الفيديو. تمام، ايش الحالة هاي؟ الحالة هاي هسه راح اعلمك عليها وتشوف شو هم الطريقة تبعتنا. مثل ما انت شايف الان اللي هي هاي دوسيتك ان شاء الله راح تكون خلال هذا الفصل الدراسي الاول اللي هي الاكشن 8 فيرست سمستر، وهاي شكلها الخارجي. نروح للستارتنج اوت اللي هي موديول 1. مثل ما انتم شايفين في عندك هون الكلمات والترجمة تبعتهم والمعاني كاملة، فانت عليك استاذ انك تدرسهم. احنا طبعا راح نروح على القواعد ونشوف شو القاعدة تبعتنا، في حال انت كنت ناسيها استاذ عادي. شو يعني ناسيها ولا مش من ناسيها؟ بنتذكرها ولا مش بنتذكرها؟ استاذ انت عليك تفوت على هاي الدوسية وتشوف شو الاشياء بامكانك انك تسحبها ورقيا. هاي الدوسية استاذ بتشرح لك القاعدة وبتغنيك انه ترجع تطلب من استاذ ثاني يشرح لك اياها. شو بتساوي؟ بس تدرسها. تمام، مشروع عربي انجليزي عليها امثلة وعليها اسئلة. والصراحة بعد ما نخلصها خليك انت بنفسك تحل اسئلة انت كنت حاس حالك ما راح تعرف تحله. تمام، القاعدة الاولى تبعتنا كان اسمها البريزنت سيمبل اللي هي المضارع البسيط او السيمبل بريزنت. بيجي ناس بيحكي لي استاذ هي نفسها سيمبل بريزنت، ليش انت حكيت لنا بريزنت سيمبل؟ استاذ انا ما اخترعتش اشي جديد. ها يلا سيمبل بريزنت بكون ناس كاتبين لك اياها بهاي الطريقة، او present simple المضارع البسيط استاذ، لانه احنا بنكتب من اليسار لليمين وبنترجم من العربي من اليمين لليسار، فبتصير المضارع برضه
ايش يعني present مضارع وسيمبل معناها بسيط. طب استاذ شو اللي اختلف؟ هاي ثاني وهاي ثاني، تنتين ذنين هي نفسها، نفس القاعده، نفس الكلمات اللي فيها، نفس الكلمات الدال، كله نفس الحكي.